مصطايا من أجل تسجيل نتيجة إيجابية تعيد الأمل لجماهيره الغائبة عن المدرجات وحجز مقعد في ثمن النهائي من بوابة ضيفه المتواضع جيمناستيكا. الخفافيش التي تعادلت سلبا في مباراة الذهاب حاولت التسجيل مبكرا وضيعت العديد من الفرص، إلى أن تمكن فرانسيسكو الكاثير من التوقيع على الهدف الوحيد في المباراة محررا زملائه والجماهير القليلة التي حضرت المواجهة